السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا نجلاء الحميدي ودي قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البروفيترول في شاوميه الجديد، حاجه كده جميله جدا وسهله وهتعجب حضراتكم جدا. بس من فضل حضراتكم لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من القناه. بينا بقى علشان هنشوف هنعمل الوصفه بتاعتنا ازاي النهارده. البروفيترول بتاعنا بشكل جديد. اولا انا هقول لحضراتكم على الوصفة بالجرام، لان الوصفة ديت مش هينفع بيها غير الجرام. المقادير بتوع الخطوة التانية هقولها لحضراتكم لما نيجي ندخل فيها. اول حاجة هقول لحضراتكم على المقادير الخطوة الاولى، واللي هو الكوكيز معايا 70 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كمان 60 جرام من السكر السنترفيش الابيض. بعد كده كمان بقلبهم كده مع بعض، الزبدة مع السكر ما فيش بالظبط 3 دقايق كده تمام. بعد كده حضرتك عايزة حطي لون براحتك، مش عايزة برضو براحتك، انا كنت عاملة ابيض وهوريه لحضراتكم. اي لون حضرتك حباه حطيه، انا حطيت هنا لون موف تمام، هحط كمان شوية بحيث ان اللون الموف يبقى حلو شوية ومش هيبان كمان لما اجي احط الدقيق. معايا كمان 90 جرام من الدقيق وبنخله كويس كده تمام، وانا حاطه لون موف طبعا. فايه دي الجودو جمال، انا حطيت كمان لون من الموف علشان ايه اللون بتاعه يبقى مظبوط كده، وقلبته كويس زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هاخد معايا الكوكيز، عجينه الكوكيز بتاعتنا هاخدها معايا وهفردها على ورقه زبده، ده اللون اللي انا حباه، بفردها كده على ورقه الزبده وهحطها زي ما حضراتكم شايفين، ورقه زبده تحت ورقه فوق. مفيش ورق زبده حطي على كيس ثلاجه، افرديه عادي كيس تحت وكيس فوق تمام. وهفردها بسمك 1 سنتي او سمك 2 سنتي تمام، بحيث ان هي تكون رفيعه قوي ولا تخينه قوي، بحيث ان اجي احطها بتبقى مظبوطه تمام كده، مظبوطه قوي. انا هدخلها الديب فريزر معايا لمده نص ساعة لحد ما اعمل معانا عجينة البروفيترول او عجينة الشو. انا معايا 60 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، و 66 جرام من المية، و 66 جرام من اللبن، ومعلقة صغيرة جدا ربع معلقة صغيرة من الملح. انا بحط الكلام ده كله على النار، واول ما يغلي معانا كده بنزل ب 80 جرام من الدقيق وقلب كويس جدا، نفس بالظبط الاكلير، وهسيب لحضراتكم اللينك بتاع الاكلير تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف تمام. نفس الطريقه بتاعته، عجينه واحده. بعد كده انا بنزل بعد ما اخد معايا بالظبط 3 4 دقائق على النار كده، انا بحطه في حاجه واسيبه ربع ساعه بالظبط يبرد معايا. لحد لما يبرد معايا هعمل ايه؟ انا معايا هنا ورق زبده تمام، اخدت حته من عجينه الكوكيز وحطيتها كده علشان اثبت الورقه معايا، لازم ورقه الزبده معايا. دي مسطره كده فيها دوائر تمام. انا بعمل دوائر بحيث ان انا كل وحده بروفيترول تطلع مظبوطه ويطلعوا مقاس واحد. حابه تعملي الخطوه دي تمام، مش حابه برده مفيش مشكله. انا معايا هنا 150 جرام من البيض، عاملين 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه. طبعا برده لازم توزني البيض بالجرام، انا اول مره عملت الوصفه حطيت 3 بيضات ما ظبطتش بجد معايا، فانا بقول لحضراتكم الجرام لازم في عجينه الشو او البروفيترول او الاكلير لازم الميزان يا جماعه تمام. معايا هنا دي اخر بيضه، انا حطيت البيضه الثانيه، واخر بيضه بحط عليها معلقه كده صغيره من الفانيليا وبقلبه كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده كده تمام. بجيب معايا هنا قمع والتيب ده اللي هو الدايره مفتوحه كده وبس تمام كده، بنزل فيه بعجينة الشو بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. فزي ما قلت لحضراتكم الميزان مش غالي، الميزان ب50 جنيه، هاتيه هينفع معاكي في حاجات كتيرة جدا. انا طبعا بعمل على الدوائر زي ما حضراتكم شايفين كده عجينة الشو بتاعتنا تمام كده زي ما حضراتكم شايفين. هعمل معايا العجينة كلها على الدوائر كده زي ما حضراتكم شايفين بالظبط، انا عاملة الدوائر بحيث ان هما يبقوا كلهم نفس المقاس تمام كده. بعد كده بقى هخرج معايا طبقة الكوكيز، هي كده خلاص مسكت معايا، وبجيب قطاعة تمام كده، بجيب معايا قطاعة بقطعها بالشكل ده كده، بقطع معايا بالقطاعة بحيث ان هي لما بقطع الكوكيز قطعة الكوكيز بتبقى مظبوطة على عجينة الشو بتاعتنا تمام، لا بحيث ان هي لما بتدخل الفرن بتفرد عليها بتبقى شكلها جميل جدا. بقى انا مشغلة فرن على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق، وهدخله فرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة الا ربع بالظبط
مش هفتح عليه بعد ما الساعة الا ربع تخلص، هفتح عليه بعدها بساعة. ما تفتحيش قبل كده، هوريكي في صينية باظت مني، ده كان ابيض كنت عاملاه قبلها باسبوعين، بصي شكله هو في الفرن. ما تفتحيش عليه لان جودي طلعت فتحت على صينية باظت مني، وهوريها لحضرتك في اخر الفيديو. بصي ده كده اهو، اول ما خرج معانا بعدها بعد الساعة الا ربع قعدته ساعة كمان، شايفة اللي هو بيبقى ناشف كده وبيبقى فاضي جدا من جوه. ده تفاحة قطعتها وقشرتها وحطيت عليها لون وقلبته. بصوا بقى دي الكريمة بتاعتنا، احنا عملنا مع بعض الكريم باتسلي قبل كده، وهسيب لحضراتكم اللينك تحت الفيديو على طول. وانا بس زودت عليه 200 جرام من كريمة الخفق بعد لما عملنا الكريم باتسلي وبرد خالص بعدها بساعة. جبت كريمة الخفق اللي هي كريمة الخفق، جبتها وضربتها لوحدها من غير اي حاجة، وحطيتها على الكريم باتسلي وقلبتهم مع بعض تمام كده. حطيتهم انا كده، انا مجهزاها قبلها بساعتين وحطيتها في التلاجة. طبعا معانا البروفيترول بتاعنا فاضي من جوه وبحشيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده تمام كده اهو. ده كده شكله جميل جدا. كمان باخد التفاح بتاعي بحطه كده في البروفيترول بتاعنا، وبحط عليه الكريمه بحيث لما بتيجي تاكلي بيبقى معانا شكله موف وبيبقى طعمه حلو كمان. ده كده البروفيترول في صوبه الجديد. بصي بقى دي الصينيه اللي بقول لحضرتك عليها، جودي فتحت على طول قبل الساعه، بصي عملت ازاي، طريه جدا وباظت مني. ده كده البروفيترول بتاعنا الناجح جدا. انا سايبه لحضراتكم تحت الفيديو على طول اللينك الاكلير ولينك الكريم باتسلي، كمان سايبه لحضراتكم المقادير في صندوق الوصفه على طول. ده كده البروفيترول بتاعنا. انا هنا معايا شوكليت شيبس بحط كده، وحطيت كمان التفاح كده فوق بحيث ان هي تبقى شبه كيتي كده كشكل جميل للاطفال. البروفيترول بتاعنا مفيد، فيه لبن وفيه بيض، مفيد جدا للاطفال اللي ما بيحبوش اللبن ولا البيض، بنعمله لهم ما بياخدش وقت معانا، بس امشي زي ما قلت لحضرتك بالظبط في الفيديو. كمان ترجمت المقادير بالبرازيلي وبالانجلش كمان، في معانا متابعين من البرازيل وطلبوا ان انا اترجم، وعلى قد ما قدرت ترجمت الفيديو. اتمنى يكون نال اعجاب حضراتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه.